السلام عليكم، مرحبا بكم احبائي، ومرحبا بالناس الجدادين في القناه ديالي. وكما دائما كنقول لكم، اللي باقي ما اشتركش انجل يشترك ويفعل الجرس ويخلي لي جيم وكومونتير. وكما كتشوفوا معنا اليوم، جيت نعدل معكم غلاس نوغاتي. الصيف جا، الحراره جات، اكيد غنحتاجوه. فلهذا كنتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، وتبعوني ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ندوزو الوصفة. كنحتاجو البودر غلاس والحليب والقشدة الطرية والنوغاتين البخاليني وكراميل محقلة. كما كتشوفو معايا، عنبداو اول حاجة باش نعدلو النوغاتين البخاليني، كنعملو 125 غرام ديال اللوز، 125 غرام ديال النواجذ، 200 غرام ديال السكر، وكنعملو فوق البوطة وما كتكونش مزهدة، يعني وسط الحرارة. وكنخليو حتى كيبدا يدوب لنا شوية السكر، عادة كنبداو نحركو شوية هكدا باش ما يتحرق لنا شي. كنبقاو بهاد العملية حتى كيرجع فحال هكدا. صافي، هنايا كنخلط بوطة وكنزيد واحد المعلقة ديال الزبدة صغيرة، وكنزلها في بابي كويسون وكنسرحها وخليها حتى كتبرد. من بعد ما كتبرد، كناخدو النص ديال هاديك الكمية كنهرمشوه وكنحيدو، وكناخدو النص اخر وكنعملو واحد جوج معالق د الزيت كبارين، كنطحنوه مزيان حتى كيرجع لنا بهذا الشكل هذا، وكيرجع اسمه بخالين. تقدروا تشريوه وتقدروا تعدلوه في الدار. وكندوزو البودر غلاس، كنعملو معها 250 غرام ديال الحليب، وكنخليوها تطلع حتى كترجع بهذا الشكل هذا عقده. ومن بعد كنحيدوها وكنعملو فوقها كريم فريش حتى هي تطلع، اللي هي 500 غرام. من بعد ما كتطلع، كنزيدو عليها كريمة الأولانية وكنعملو معاها واحد 3 معالق كبارين ديال الكراميل المحلى، وكنعملو 4 معالق كبارين ديال الخليني اللي وجدناه. وكيبقى على حسب نتوما الحلاوه اللي كتبغيوها، وتزيدوه كامل على حسب. انا قلت لكم هكذا كيجي الحلاوه ديالو معوض. وكنزيدو النوغاتين المهرمشه، وصافي كنخلطوها. وكنعملو المول اللي كتبغيوه نتوما، اللي عندكم متوفر. انا عملتو في هذا المول هذا. صافي، كنعملها في الفريغو. كنفضل من الاحسن الى عدلتيها اليوم تخليها 24 ساعه، يعني حتى الغدا عاد تكون يعني واجده. وبالنسبه للديكوراسيون كتبقى اختيارية. انا عملت لوز محمر في الجنة، وعملت شريتين سكر خليته كراميل، وعملت معه لوز إيفيلي وسرحته وخليته تبرد وقطعته وزوقت السكر. وانتوما كيبقى الديكوراسيون حسب الضغط كل واحد. وكنتمنى الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم، وبلا ما نقول لكم بحال دائما جيم وبارطاجيو وخليوا لي تعليق، وشكرا.